القمح أموال المتقاعدين من مؤسسة الخاز المغنية في احتجاج رسمي بعد اطلاعهم على الشهرية تاعهم في شهر فيفري ومارس. تفاجؤوا بالمديرية تاع صندوق التقاعد وين تخصم لهم خصم كبير من حق الشهرية تاعهم، وهذا ما خارج القانون اللي قاموا به. كان اتفاقية جماعية وين تنص على اتفاقية جماعية في 2010 وين تنص باللي لازم تحفيزات للعمال، وانا ذاك كانت الدولة تحفز العمال باش الناس تخرج في اطار تشغيل الشباب، وقامت المؤسسة بتسريح العمال واعطاهم تحفيزات ومنذ 10 سنوات اكثر. يتفاجئوا اليوم كعمال متقاعدين في خصم رواتب بدون علمهم، وهذا متلافى مع القانون. بالنسبة للعمال المتقاعدين لمؤسسة سيرطاف المغنية في إطار النصوص التنظيمية آنذاك التي كانت تحفز وتشجع العمال على الإحالة على التقاعد، أبرمت اتفاقية جماعية بين المستخدم والفرع النقابي للمؤسسة، ووقع فيها الاتفاق على منح هذه التحفيزات، والعمال منذ إمضاء اتفاقية هما يستفدوا من هذه التحفيزات، إلا أن في الآونة الأخيرة تفاجؤوا باقتطاع من راتبهم الشهري الذين أحيلوا به على التقاعد. والعمال حاليا، هاد العمال المعنيين بالعملية هذه، يعيشون في حالة إحباط وفي حالة تدمر جراء الوضعية الخاصة بمنحة التقاعد نتاعهم، وذكرهم مصرين على العودة إلى تطبيق هذه الاتفاقية الجماعية واستفادتهم من التحفيزات القانونية التي استفادوا بها آنذاك، وهذا بناء على اتفاقية جماعية مسجلة في وين لازم تسجل، مسجلة مفتشية الأعمال ومسجلة في العدالة، مسجلة في العدالة، والآن راهم يطالبوا بحقهم والعودة إلى تطبيق هذه الاتفاقية. وشكرا. ليصلكم كل جديد اشتركوا في قناة الخبر على اليوتيوب، ولا تنسوا تفعيل الجرس.